الخميس سوف تسمون سعد الحريري؟ كنت موقفك؟ هلا كنت موقفك ضد، هلا شو بتقول؟ طولي بالك، هلا صف الموضوع، صف الموضوع. هو سمى حاله لأن التسمية الذاتية، ماش بحاجة نطلع على بعضنا، شو نطلع من ضيع وقتنا؟ شو هو في سمى حاله بس انتم بدكم تسموه؟ سمى حاله هو، ويمكن يمكن هذا تخيل، يمكن عمل الصفقة على الجبني مع 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 جبران، يمكن أقول مع الثنائي. طيب أنا سألت كوطني، بيطلع لي صحة؟ تطلع لبلال عبد الله صحة؟ تطلع شؤون اجتماعية لوليد عمار؟ وإذا ما تطلع التربية لعباس الحلبي مثلا أو ممنوع؟ أوكي بس. إذا ممنوع ليش بدي سمي؟ ما رح تسمي، لن تسمي أحد. ليش ضيع وقت؟ إذا ما أجاني جواب كان في، ورفضت استقبل الوفد، ما بدي استقبل الوفد. رفضت تستقبل وفد كتلة المستقبل؟ نعم. طب كيف بدك تعرف الجواب والبرنامج؟ يعني لا مش هيك بتعمل وقت جملات. بدك سعد الحريري يجي لعندك؟ ما بدي حدا، خلص. بدك سعد الحريري؟ ما بدي، خلص. اجاني ما بدي حدا. بنزل ببعث نوابي على المجلس، اذا في استشارات، اذا لا تغير كل الدستور، بلش نغير بالدستور، خلينا ببيوتنا اريح. طيب حضرتك اصدقاء صديقك اللدود هو الرئيس بري، ايه شو قال؟ ما حكيت معه؟ ما فيك تقول لي هلا ما حكيت معه. صديقي مش اللدود، ايه؟ صديقي الرئيس بري، معه في ذكريات عربية وطنية كبيرة، صديقي لأنه تقريبا مش من نفس العمر، اوكي، بس نفس الذكريات، نفس الفترة التاريخية لما كنا سوا. ضد الحكم الجيش ببيروت بمرحلة من كنا نسمي الجيش انعزالي، ضد الاحتلال الإسرائيلي وغيره اللي من كنا سوا بالشام، فترة أنا بحبها. ترويكا كمان بتحبها؟ أي ترويكا؟ يعني في مرحلة من ضمن مراحل التاريخ الحديث بعد الطائف كنتوا ترويكا مع الرئيس بري؟ لا ما كانش ترويكا، لا كان وقتها هو وقبل منه حسين الحسيني، رفيق الحريري، لويس الهريري. شو خاصة بترويكا عم تعطيني؟ كانوا يعطوك انه من ضمن الحريريه السياسيه في حين. خليني بعرف حدودي. طيب اليوم الرئيس بري شو بيقول؟ هو مع سعد الحريري؟ هذا موقفه من هو بالاساس كان مع سعد الحريري، كمان الامانه عندما بلغته رسالتي وشو حكيت مع ماكرون فجأة وطلب مني أعيد النظر. لما رفضت التسمية. نعم. طب بس اليوم إذا أنت أخرجت حالك من المعادلة بعدك عم تحكي عن فكرة الدروز والحياد، تخرج من السلطة وحضرتك تعلم السلطة شيء، وأطلب من السلطة المكونة، السلطة الموجودة من حزب الله، من حركة أمل، من طيار المستقبل، من الغير، كي إذا بيعتبروا، إذا بيقولوا بيعتبروا إنه في شيء مكون أساسي تاريخي بهالبلد اسمه الوطنيين العرب الدروز، بس لذلك شاركت أو ما شاركت، على الأقل يهتموا بشؤون الدروز، أوكي، بمناصب لمن كنا فيها لم نقصر.